السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، مقر مكتبنا مؤسستنا حكوى ويلنس للاستشارات الصحية. استجداء، نناشد المجتمع الدولي بهذا الاستجداء. لماذا الاستجداء؟ لأن كلما يتكاتف الجميع، كلما استطعنا ننقذ العالم، كلما استطعنا نمضي قدما، لا نستطيع وحدنا، نريد تكاتف الجميع، نريد أنت وأنت أخي وأختي، نريد الجميع، نريد المجتمع الدولي. لعلينا قدمنا الآن دور كل ننادي نناشد أيضا هذا الاستجداء للجميع. رئيس الولايات المتحدة، إدارة الغذاء والدواء، زعماء العالم، معهد الدول الوطنية، منظمة الصحة العالمية، فعال الخير، سلطان عمان، ننتمي من سلطنة عمان، زعماء الخليج، المشاهير، الجمهور العام، مراكز سيطرة على الأمراض والوقاية منها، مستثمرون، العلماء والباحثون، معهد البحوث، نريد تكاتف الجميع، حتى شركات الأدوية، حتى شركات، لأن هي ثورة التغيير. فلذلك شركات أدوية تنفق كثير أموال في عمليته، في الأبحاث، وحتى وصول إلى الدواء نفسه. لذلك هذا التغيير، عاصفة التغيير في هذا القرن بالتحديد، بعد أحداث فيروس وباء تفاشي وباء فيروس كورونا المستجد، العالم يتجه إلى اتجاه جديد من الرعاية الصحية بشكل كامل. ذلك نريد أيضا قطاع صناعة الدواء، وهذا كله طبعا بدأ بقصة منذ الطفولة. هذه قصة ما مرت بها والدتي رحمه الله تعالى، معاناة طويلة لفترة طويلة من الزمن، سنوات طويلة، وما أدى لانفصال أفراد الأسرة، ونتيجة لهذه عمليات الجراحية التي مرت بها، من ثلاثة يعني 7 في أفريقيا، 3 في المملكة المتحدة، منتحيا بهذه 3 عمليات، وهي تحديدا هي العلاج الكيماوي. وهذا ما أدى إلى إصابتها، طبعا كان بعد اكتشف إصابتها بمرض اللي هو سرطان الرحم. نصلت على الشفاء للجميل لكل مريض. وهذا أدى إلى طفل حلم منذ الطفولة، وأنظر إلى السماء وأمنيتي تحقيق هذا الحلم، رأيت أنه هو حلم، وأنا أنظر إلى السماء دعوتي. ولذلك بأن أكتشف شيء بدون أي أضرار يستطيع يشفي الوالدة ويشفي العالم دون أي أثار جانبية. توصلت هذا الاستجداء، لكن نتيجة لذلك مرور السنوات الطويلة أدى إلى نفس إلى نتيجة لذلك بدأت تحول صديقي أعمال التي يقوم بها واشتغل. وعندما اشتغلت كمهندس في وزارة الإسكان بسلطنة عمان 23 سنة، وكنت مجد في العمل واشتغل فترة طويلة، والجميع يعني الذين عرفوني الذين في سلطنة عمان وبالتحديد وزارة الإسكان كانوا فعلا يعلموني، كنت اشتغل 15 ساعة، 12 ساعة، 20 ساعة، 23 ساعة مرتين دون توقف، يعني لا توقف. فحولت الورقة هي صديقة لي، لماذا؟ نتيجة من العقدة النفسية، وهذا كذلك نتيجة لرحاب الصيدلة، خايف من تناول أدوية على أساس تجربة الوالدة، هذه كلها أثرت معنوياتي، أثرت في حياتي، أثرت كل ذلك، يعني بالتحديد بعد وفاة الوالدة، بحيث لم يتحقق هذا الحلم الأول، وهذا أدى إلى انفجار الكبير ما سميته. هذه العقاب التي أدت بالنسبة لي نتيجة لذلك إصابة بحالات صحية. طبعا الجسم يعطي إشارة بقدوم شيء، بوجود خطر، لكن عندما لا نستجيب بشكل صحيح فتحول الوضع من سوء إلى أسوأ. فهذا بدأت أعراض بسيطة، أعراض المرضى كما هو أي إنسان يعلم ذلك، ومن ثم انتقل إلى حساسية جيوب أنفية، وانتقل إلى نوبات الربو، الإصابة بنوبات الربو، وإصابة بالصداع النصفي، ومرورا إلى نهايته
كل ذلك، هذه كل أمراض مستعصية بنهاية المطاف، ألام أسفل الظهر. طبعا هذه كل أدوية التي كنت أستخدمها من مرحلة لمرحلة لم تكن حتى تحميني من الأمراض بقدر أن كنت أصاب من مرض إلى مرض آخر، وصل إلى خلاص فقدان الأمل من الشفاء. وهذا الانفجار أدى كل شيء، غير كل شيء في حياتي. عندما بدأت أغير يعني طريقة الأدويولوجية بحيث كيف ممكن بدأ مستخدم الأدوية، فكل ذلك تغير في يوم واحد في خلال تجربة تسمية تحليل المطبخ، وهي تجربة التي بدأت في أغسطس من عام 2007 في استخدام الماء البارد والماء الساخن على الصحون، فيها بقية الطعام، فيها كمية معينة من الدهون. هذا كل شيء تغير من ذلك. قررت شخصيا أتوقف جميع الأدوية واستخدم فقط العلاج بالماء الساخن، وبدأ فعلا وبدأ وضع أي صحية يتحسن من 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 حسن إلى من حسنا إلى أحسن، يعني أسبوع وراء أسبوع، شهر وراء شهر، وصولا إلى سنة كاملة. في أغسطس 2008 ذهبت إلى طبيب المستشفى الذي كانت تعمل في زوجتي، وهو مستشفى شرطة عمان سلطانية، وبلغت الطبيب أن أريد أعمل فحص الطبي الشامل، وطبعا طلعت النتائج فحص الطبي وموجودة طبعا 63 فحص طبي شامل، كأن مولود من جديد، كأن مولود من جديد، اختفى جميع الأعراض الصحية التي تسمى أمراض المستعصية التي كنت أعاني منها. وهذه شهادة من اللجنة الطبية طبعا باختصار هذه الشهادة اللجنة الطبية بمستشفى شرطة عمان سلطانية بشفاء فارس، هو الدكتور فارس، من أمراض الربو، الصداع النصفي، ألم أسفل الظهر، حساسية الجيوب الأنفية بواسطة العلاج بالماء الساخن بدون استخدام أي أدوية، بدون أدوية. هذا تقرير شامل موجود، ولذو ذلك هذا يعتبر بداية الحلم، بداية كأن مولود من جديد، أدخل عالم جديد، خروج من عالم الهندسة الذي عملت في وزارة الإسكان 23 سنة، حتى أبدأ كأن الطفل يبدأ يتعلم ما هو يتعلق بما إيش السر في ماء ساخن، إيش السر في 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 هذه كل التغييرات الأيديولوجية السيكولوجية والجينية والصحية بالكامل. على ضوء ذلك طبعا بدأت أعمل محاضرات وقدم وتعلم، هنا تعلم وهنا قدم، هنا تعلم وهنا أقدم، وصل بالكامل 60 محاضرة في عدة مؤسسات كما ترون أمامكم. وعلى ضوء ذلك بدأت أخذ خطوة إضافية أيضا على ضوء في نفس الفترة، وأنا أعمل محاضرات أيضا بدأت أيضا يعني أدخل في لقاءات إعلامية، تلقي دعوات من عدة مؤسسات إعلامية كما ترون التلفزيونية والإذاعية ونشر صحفية والمقابلات صحفية ونشر هذه كلها تمان، وأيضا جرائد، ووصل إلى حتى اليوم 13 سنة 92 مقابلة إعلامية دولية عدة دول مختلفة. ولم أتوقف من ذلك، أيضا بدأت أذهب لمؤتمرات دولية عدة دول العالم لإجراء لتقديم أوراق العمل، التي هذه مؤتمرات غطت عدة دول حول العالم، من بلبورن أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، الفلبين، الهند، كل هذا يعني كما ترون أمامكم، الإمارات العربية المتحدة، كل هذه يعني من أجل نشر الوعي، وأيضا شوف كيف المجتمع يستجيب وكيف أنا واقفي، وأيضا أنسجم مع مجتمع العلمي خلال المؤتمرات. وهذا كله كان يعتبر علمي يعني يتقدم. الحياة مدرسة لا نهاية لها من التعلم من العلم، فكل يوم هناك علم جديد نتعلم. هذه هي الخطوات التي برت فيها، ولذو ذلك ألفت كتابين آنذاك، وهذه الكتابين هذين الكتابين من خلال شركة الأمريكية ومقر أيضا فرع في بريطانيا أوثر هاوس، وشاركت في 7 معارض دولية للكتاب، ومن بينها نيويورك ولندن وفرانكفورت وبيجينغ، وأيضا في أبوظبي والدوحة ومسقط. ولذو ذلك وصلنا أيضا تأليف كتاب جديد، وهذه هي 3 كتب التي وصلنا حتى الآن، لأن هناك كتاب ثالث، وكما ترون أمامكم عناوين هذه الكتب. أخيرا هو خاص بوضع تفشي فيروس كورونا المستجد. وعلى ضوء ذلك طبعا أردنا أيضا نأخذ خطوة إضافية، فكل هذه الفترة خلال هذه الفترة بدأنا نجمع الدلائل، دلائل من المستفيدين، وصلت حتى الآن 500
500 حالة كما ترون أمامكم. هذه 500 حالة من الأمراض المستعصية من وفوات صحية مختلفة حتى وصلت حتى الآن 27 مرض وحصل وحالة صحية حالة صحية، علاوة لذلك 22 فائدة صحية بالكامل. هذا طبعا كلها توصلنا إليها، لذلك أيضا توصلنا إلى 3 أبحاث معملية سريرية على الفئران من جامعة إخوة كونستانتين بدولة الجزائر من خلال طلاب ورقة الدكتوراه وورقة الماجستير، خاصة ورقة الماجستير في عام 2017 و18 و19 كما ترون أمامكم، كل ورقة تقريبا 80 صفحة، وهذا طبعا بفضل من الله تعالى وفضل الدكتورة بروفيسور زيريزر التي هي أيضا تواصلنا معها واستخدمت مادة الماء ساخن في هذا المعامل المختبرية، وكانت نتائج التي أرسلت لنا نتائج فوائد صحية فوائد كثير إيجابية للماء الساخن. وهذا كان مختصر، فلذلك تتواصل هذه المناديات، تتواصل هذا الاستجداء المناشدة، نرجو من الجميع تكاتف مجتمع دولي بدون أي قصر بدون أي استثناء، سواء رؤساء زعماء علماء كما ذكرنا في بداية الحلقة، نرجو من الجميع الصحة والعافية للجميع، وإن شاء الله هذه ثورة الصحة والعافية صحة العالمية تعوم الفائدة للجميع، ونحن ننطلق من سلطنة عمان والخليج العربي ونفتخر بأنني عمانية وخليجية وعربية، وأيضا هنا وجود في الولايات المتحدة الأمريكية لنشر هذا الوعي وتحقيق هذه الأهداف بإذن الله تعالى وتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع السلامة. الماء الساخن، سبحان الله. لذيذ لذيذ من كثرة المدمن على الماء ساخن. دوركم أنتم أخي وأختي والمشاهد، نرجو من الجميع تكاتف، خلي هذه الرسالة توصل لكل أقطار العالم، لكل فئات المجتمع، جمعيات رؤساء زعماء وكل فئات المجتمع. وأيضا أخي المشاهد وأختي المشاهد، تستطيعون توصيل هذه الرسالة. نرجو أيضا الاعجاب بالفيديو، الاعجاب بالقناة، الاشتراك اللي لم تشترك، نشر القناة، نشر المقطع، ايضا تقديم تجرباتكم سواء ما تعلق بكورونا فيروس، فيروس كورونا، او باي تجارب صحية اخرى، حتى يكون عالم مجتمع افضل. لكن وحدنا لا نستطيع، بايضا تكاتف الجميع، كل من الذي يتكاتف معنا من أجل عالم أفضل، من أجل صحة جيل الحالي والجيل المستقبل، ترك أثرا في التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع السلامة.